متواصلين معاكم مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان، واحنا دلوقتي موجودين في غرفة خلع الملابس الخاصة بلاعبي النادي الأهلي باستاد رادس، واللي هيكونوا متواجدين من خلالها إن شاء الله خلال مباراة الغد أمام فريق الترجي التونسي. طبعا أكيد زي ما احنا شايفين ده جزء كله خاص بفريق النادي الأهلي، أكيد إن شاء الله هيستعدوا من خلال هذه المباراة. لكن خليني أيضا أقول لكم ان دي البورد اللي هيشرح فيها كابتن حسام البدري التشكيل او التكتيك اللي هيبتدي بيه هذه المباراه، او اللي هيمشي من خلاله لاعبي النادي الاهلي طبعا خلال مباراه الغد. ان شاء الله نتمنى كل التوفيق بالنسبه للنادي الاهلي. في الحقيقه طبعا استاد رادس استاد جيد جدا، سواء من ناحيه المنشاه كمنشاه نفسها، ايضا من ناحيه نجيله الارض طبعا او نجيله الملعب جيده جدا. زي ما احنا عارفين استاد رادس يمكن انشئ في عام 2001 وتم تطويره في عام 2005، واستضاف بطولة الأمم الأفريقية في عام 2004 واللي فاز بها منتخب التونسي في مباراة نهائية أمام منتخب المغرب. لكن في كل الأحوال إن شاء الله فريق النادي الأهلي هيستعد من خلال هذه الغرفة لمباراة الغد. طبعا هم الآن في التدريب الأخير، إن شاء الله هيكونوا متواجدين هنا أيضا بكرة أكيد عشان يستعدوا لهذه المباراة ويتم كل التحضيرات اللازمة بالنسبة للاعبي النادي الأهلي، واللي أكيد نتمنى إن شاء الله تكون مباراة موفقة لكل اللاعبين، من خلالها ان شاء الله يقدر النادي الاهلي يفوز على فريق الترجي ويواصل هذا المشوار الافريقي الهام لكل جمهور النادي الاهلي.